المسيرة الحقوقية التي تنظمها الحركة الحقوقية في المغرب هذه هي تنظم سنوية وببعد رمزي. الهدف منها هو التذكير بأن انتهاكات سابقة وقعت في زمن سنوات الرصاص وترتب عنها مسلسل تجربة العدالة الانتقالية في المغرب، وكانت نتيجته هي توصيات لهيئة الإنصاف والمصالحة، ويطلب من الدولة المغربية الآن أن تقوم بتنفيذها كاملة. هناك تنفيذات، هناك توصيات قد تم تنفيذها لكن أخرى لا زالت عالقة على المستوى المجتمعي من خلال تقديم الدولة الاعتذار رسمي حول انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. إذا حنا اعتبرنا هذا الملف مازال ما تطواش، وغادي يبقى هذا الملف مفتوح إلى أن تتم الكشف على الحقيقة كاملة، وإلى أن يتم متابعة المسؤولين على هذه الانتهاكات الجسيمة، إلى أن يتم جبر الضرر كاملا سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي أو على المستوى المجتمعي، وأن هذا الملف غادي يبقى مفتوح محد ما كاينش الديمقراطية في البلاد. هناك مؤشرات للتراجع ونحن ضد أي تراجع في ما يخص المنظومة الحقوقية، وهذه الوقفة دايرين هذه المسيرة الرمزية من أجل التذكير بأن المجتمع المدني والحقوقي مجند من أجل هذه الأهداف الأساسية التي نناضل منها وسنناضل مستقبلا. هذه واحد المسيرة وطنية تقليدية كنديروها سنويا، وكتأطرها هيئة المتابعة ديال توصيات المناظرة الوطنية حول انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. إذا هذه المسيرة الهدف منها هو التذكير بالملفات العالقة وعلى رأسها ملف الحقيقة وديال الاختفاء القسري، وما تبقى تفاصيل كتأتت لهذا بما فيها ضمانات عدم تكرار انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. الهدف ديالنا في المشاركة من هذه المسيرة الحقوقية هو أولا الكشف عن الحقيقة عن مصير كل مختطفين مجهول المصير بالمغرب، اللي كيتعتدوا اكثر من 100 واحد اللي باقي المصير ديالو مجهول الى حدود الساعه. هذه من الناحيه الاولى، لان المجلس الوطني لحقوق الانسان كيلوح بسد الملف ديال الاختطاف بدون معرفه الحقيقه. اليوم مره اخرى الحركه الحقوقيه تنزل في شوارع الرباط من اجل يعني المطالبه باطلاق سراح المعتقلين السياسيين، معتقلي الحسيمة، معتقلي الريف، معتقلي جرادة، والمعتقلين السياسيين كامل المعتقلين السياسيين بالمغرب من الطلبة ومعتقلي الرأي من الصحافة. إذن يلاحظ بأن في بلدنا يعني تراجع كبير عن مستوى حقوق الإنسان، ومطروح علينا أكثر من أي وقت مضى أن نوحد الجهود بين الحركات الحقوقية مناضلة لحقوق الإنسان من أجل الضغط على الدولة والحكومة من أجل احترام حقوق الإنسان ببلدنا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.